تشرك به شيئا. تعالوا إلى الحق، تعالوا إلى الهدى، تعالوا إلى الخير. وهم ينقمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤلبون عليه المشركين، ويؤلبون عليه خدامهم المنافقين في المدينة لما انتقل، وهو يدعوهم إلى كلمة سواء بينه وبينهم، وهو أنهم يقيمون توحيد الله سبحانه وتعالى، وهم يبتعدون عنه ويحاربونه ويعادونه ويؤلبون عليه من يؤلبون. فالذي سيأخذ بهذا الخير سيبتلى، والذي سيتمسك بهذا الخير سيلقى ما يلقى، كما قال النبي، أو كما قال ورقة لابن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام: إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. أو مخرجيهم قال: نعم، إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه قاعدة لابد توطن نفسك لها، أنه ما جاء أحد بمثل ما جاء به الأنبياء وبمثل ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام إلا عودي وأودي. فإذا وطن نفسك، فلا تكون مثل هذا الأحمق الأنوك فضفوه، الذي أخرج كلاما سيئا بديئا، وما كنت أظن أنه يخرجه في هذه الأيام التي الناس يحتاجون فيها إلى مواساة، وهو يقول: ما سلط الله عليكم الحوثي إلا بذنوبكم، إلا بذنوبكم. 15 سنة وأنتم في هذا الحال تكلمون في الناس بعضكم بعض، يعني ما سلط الله عليكم هذا الحوثي إلا بذنوبكم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وبظلمكم، إلا بظلمكم. فنسأل الله العافية والسلامة. والله ما كنا نظن أنه يخرج مثل هذا الكلام في الوقت الذي يحتاج الناس إلى مواساة، وفي الوقت الذي يحتاج الناس إلى تسلية، وهو يقول مثل هذا الكلام، وأن كل هذا النكبات، يقول النكبات التي تحصل لكم، هذه التي هي متكررة، يعني نكبات هذه التي تحصل لكم، ما هي إلا بذنوبكم، وما سلط الله عليكم الحوثي إلا بظلمكم. فهذه النكبات التي تحصل لكم بسبب ظلمكم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، والله الذي لا إله غيره، إن الذي ينحرف يأتي بالعجب العجاب، ولا ينقضي عجبك من أقواله ومن أفعاله، لأنه انحرف وضل السبيل. فلذلك تجده يتكلم مثل هذا الكلام البذيء الذي ما أخرجه ربما كبار الحزبيين في مثل هذا الوقت، ربما يتحينون وقت غير هذا الوقت يقولون في مثل هذا الكلمات، لأنه سيشن عليهم إذا تكلموا في مثل هذا الوقت. يقول لهم: اتقوا الله، ما هذا؟ الناس يحتاجون إلى تسلية، الحوثي باغي على الجميع، الحوثي يريد دين الجميع، يريد دنياهم، يريد دينهم، كيف مثل هذا الكلام يصدر منكم؟ ربما عاتبهم عوام الناس على مثل هذا الكلام، ما يحسنون، حتى ما عندهم إحسان متى يخرجوا الكلام. لذلك يفضحهم الله سبحانه وتعالى. وأنا كم والله أنني محجم عن هذا الرجل وما أريد أن أتكلم، ولكن رأيت سفهه، ورأيت غشمه، ورأيت اعتداءه على إخوانه وعلى السلفيين، وعلى إخراج مثل هذا الكلام في مثل هذا الوقت، وأنه ما سلط الله عليكم وهذه النكبات التي تحصل لكم إلا بظلمكم 15 سنة وأنتم في هذا، يعني الظلم الذي أنتم فيه. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله نعم الوكيل. فننصح أن يتوب وأن يبادر بالتوبة هذه الطائفة. لماذا لا تقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ هؤلاء أمة مؤمنة بالله، هؤلاء أمة تقيم السنن، تقيم التوحيد، وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولسنا معصومين، لا ندعي لأنفسنا العصمة. لكن لماذا الشماتة وإخراج مثل هذه الكلمات، وتنسون ما نحن عليه من الخير العظيم الجبار في نصح الناس وفي دعوة الناس وفي إخراج الناس من ظلمات الجهل وحنادس الجهل؟ كل هذا صفر على الشمال. ما في إلا ذنوبكم هي التي سلطت عليكم الحوثي وفعلت فيكم، فعلت ما فعلت 15 سنة أنتم تفعلوا وتفعلوا، وهذه النكبات المتكررة هي بظلمكم. ليش هذا؟ ليش ما تنظر الخير الذي أجراه الله على يد السنة، فازدادت به أمريكا غيظاً، وسلطت الحوثي على المسلمين، وسلطت الحوثي على هذه الدعوة، لأنها رأت الخير وصل إلى أمريكا وإلى أبنائهم، دخل، صار أبناؤهم سلفيين، صار كثير من أبناء بريطانيا
ومن أبناء أمريكا ومن أبناء فرنسا سلفيين، من أبناء الأصول صاروا سلفيين، فاغتاظوا وازدادوا حنقاً وازدادوا غيظاً على هذا الخير، فنظروا من الذي سيقوم بالمهمة، رأوا هذا الذي قد سبق أنه عكاز للكفار من قبل ومن بعد سيضربون به المسلمين، فاختاروه، اختاروه الحوثي، اختاروه مختار، رأوا أنه لا أحد يستطيع أن ينفذ هذه المهمة إلا الحوثي، فاختاروا هذا المجرم الخبيث. فاتق الله وتب إلى الله سبحانه وتعالى، واترك هذه الشغشغة التي قد سبقك بها محمد بن عبد الوهاب المدبر، وقال سلط الله عليهم وما حصل لهم بدماج بذنوبهم، وأنت الآن تتأسى بهذا الذي قد رحل وكأن لم يكن وكأن لم يوجد في الدعوة السلفية، ولا حزن عليه ولا بكين عليه لأنه فعل ما فعل في هذه الدعوة العظيمة المباركة، وأنت الآن تقتدي بالسفهاء هؤلاء وتقتدي بهؤلاء الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة ولا يخافون الله فينا، ويستغلون مثل هذه المواقف ومثل هذه الحوادث علينا ومثل هذه النوازل على المسلمين جميعا، نحن من ضمن المسلمين حصل علينا مثل هذا الشيء، وتجعل ما يحصل هو بسبب هؤلاء، بسبب ذنوب هؤلاء سلط الله الحوثي عليهم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. زكريا اليافع منحرف من المنحرفين، وكنا نحسن الظن بك، فإذا بانحرافك شديد وعجيب، وإذا بك تقول مثل هذه الكلمات على أهل السنة والجماعة، وأنهم ما أصابهم إلا بظلمهم من سلاطة الحوثي، نكبات تتوالى عليهم بسبب ظلمهم. ما هذا الكلام يا جماعة؟ هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يخرج من رجل ناصح لدين الله، من رجل عنده شفقة، عنده رحمة بهؤلاء المهجرين، بهؤلاء المساكين الذين يظلمون من مكان إلى مكان يتنقلون؟ ما ذنبهم يا أخي؟ ما ذنبهم؟ إيش الذي فعلوه؟ والله لو فتحنا مراقص وفتحنا أندية وفتحنا غير ذلك من الملاهي وأماكن الضياع وأماكن الحشف وسوء كيلة لا باركوا لنا بهذا وحمدوا لنا هذا وما أخرجونا منها، وما أخرجونا منها، يقولون لهم هؤلاء لا تأتوا عندهم، هؤلاء يخدمون، نتركهم على ما هم عليه. لكن لما كانت الدور تدعو إلى الإسلام الحق وتدعو إلى السلفية وتدعو إلى العقيدة الصحيحة حاربوها وما أرادوها، لأنها لا تخدمهم ولا تقومون بما تريد، بل هي أمام هذا الباطل، أمام هذا الباطل، وتزيف هذا الباطل، وتبين للناس الدين الحق، وتدعو الناس إلى ربهم والصلة بالله سبحانه وتعالى والارتباط بالله جل وعلا، وهكذا الاعتصام بالكتاب والسنة. ما رضوا بها، حاربونا. انظر من المسلط على المسلمين، انظر حسبنا الله ونعم الوكيل، ومن أي الجهات جاء، وما مقصوده، ما مقصوده إلا إيش الذي يريد؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل منحرف إن كان بكمال عقله، أما إذا اختلط فالمختلط ما عليه شيء. فبعض الناس يقول هو ربما أصابه اختلاط بسبب موت ولده يحيى، لأنه حزن عليه حزنا شديدا، فإن كان هو مختلط فهذا شيء آخر، وأما إذا كان بعقله فهو منحرف من المنحرفين وزائغ من الزائغين. فيضم إلى أولئك الذين يشمتون بأهل السنة ويتكلمون في أهل السنة ويفعلون الأفاعيل ويفرحون بمثل هذه الأشياء ويخرجون ويتحينون الفرص، يخرجون مثل هذه الكلمات، وناس مساكين يحتاجون مواساة وإلى ترحاب وإلى إنزال منازل حسنة، ضيافة وغير ذلك، لعل الله يجعل بذلك فرج على المسلمين بإكرامهم وإنزالهم النزل الطيب. أما هذه الشماتة نعوذ بالله من خذيلتك يا زكريا، فما كنت أظن أنه يصدر بك مثل هذا الكلام. حسبنا الله، نخاف عليك والله أن يصيبك عذاب الله، نخاف عليك، ندعو عليك، ندعو عليك أهل السنة بظلمك وغشمك هذا، وتصيبك دعوتهم لأنهم مظلومون من جهتك، وأنت تشمت بهم وتنصر أعداء الإسلام علينا بهذا الكلام، وأن ما تفعلوا بهم إنما هو بذنوبهم، عندهم ذنوب، هذا كله بسبب ذنوبهم. إيش من يستفيد من هذا الكلام؟ ما يستفيد من هذا الكلام من الحوثي، فيقول اعترف أصحابهم بهذا أنهم هؤلاء ظلمة وعندهم ذنوب، هذه الصلاة ما هي إلا بذنوبهم. وهكذا تقر عين أمريكا فينا، وعين الحزبيين الغناض، وعين الصوفية، وعين الرافضة، كلهم أعينهم قريرة بكلامك هذا. لا بارك الله فيك ولا جزاك الله خيرا، وعاملك الله بما استحق. نعوذ بالله من هذا الكلام.
إلى هنا.